السيسي يعني مين اللي اختار السيسي؟ مش الناس كلها، هو متشبع زي ما قالها عبد الناصر وداني ووايد بتاع، لان اولا ظروف مختلفه والشكل مختلف، فانما في ثوابت مصريه. الثوابت المصريه انا في رايي ان هو مقتنع بيها جدا، يعني مثلا عبد الناصر كان رجل وطني جدا، وهذا رجل وطني جدا في رايي يعني. اذا كنت بتعتبر ده يبقى طريق عبد الناصر سؤالك؟ لا، مش